السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساءكم متابعين بكل خير ويا أهلا وسهلا المشاركين. والجدد تم اليوم الكشف رسميا عن تويوتا كورولا موديل 2022 نسخة جي آر سبورت إبكس أديشن. كما تلاحظون أبرز التغيرات هي صارت في الواجهة الأمامية، حيث أصبحت بشكل أكبر الشبكة الأمامي، الكشافات بشكل أصغر، الإي دي بالكامل، رادار أمامي. زوائد رياضية، كشاف الضباب بالإيدي زي ما تلاحظون شكل الزوائد الأمامية. هذه النسخة تعتبر أعلى نسخة جي آر سبورت إبكس أديشن. جانبية السيارة زي ما تلاحظون السيارة مكحلة باللون الأسود، السقف يأتي باللون الأسود، القنوط مقاس 18 باللون الأسود. المحرك 4 سلندر بقوة 2.5 لتر، يولد 209 حصان، 340 نيوتن متر. ناقل الحركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. الداخلية الكراسي جلد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.